أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الخاصة التي نتتبع فيها الحدث التربوي المتمثل في ترقب إعلان نتائج امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2022. اليوم السبت 16 من جويليا 2022 مباشرة إلى مقر وزارة التربية ينعقد الآن وزير التربية عبد الحكيم بالعام الدادة صحفية للإعلان عن نسب النجاح في امتحان شهادة البكالوريا، فإلى هناك. في نفس الوقت وبنفس الكيفية بكيفية مختلفة أقول من هذه النتائج، فهناك الموقع الرسمي للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وكذلك هناك قوائم الناجحين ستشهر عن الساعة الرابعة في نفس التوقيت في كل مؤسساتنا، في كل مؤسسات التعليم الثانوي التي لديها مترشحين، وكذلك هناك مجانا الحصول على النتائج عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف. وهنا وجب التذكير، أطلب من أبنائي وبناتي ومن الأولياء أولئك الذين يطلعون في توقيت الرابعة على نتائج أبنائهم على مستوى المؤسسات، قد يتركون المجال لغيرهم ممن لم يتوجه للمؤسسة للإطلاع عبر الرسائل النصية لكي لا يقع اكتظاظ على الساعة الرابعة، لأن هناك الجميع سيحاول الحصول على هذه النتائج، وبالتالي لابد أن نعطي الفرصة لمن لم يتوجه للمؤسسة لكي يطلع على هذه النتائج عن بعد، إما عن موقع الديوان أو عبر الرسائل النصية، ولا حرج فيما بعد أن يطلع أو يؤكد أو يزور الآخرون الذين اطلعوا على مستوى المؤسسات، يزور هذه المواقع أو يستعمل هذه الرسائل. إذن كذلك في هذا اليوم أهنئ أبنائنا وبناتنا الذين حازوا على النجاح في هذا الامتحان، سائل لهم الله التوفيق والنجاح في مسارهم الدراسي والتعليمي. كما أقول لأبنائي وبناتي ممن لم يسعفهم الحظ أنه الفرصة مفتوحة أمامهم إن شاء الله في السنة القادمة، وربما ولقد رأينا في الماضي أنه من أبنائنا الذين أخفقوا في الدورة الأولى جاءوا بنتائج ممتازة وباهرة وربما نجحوا أكثر من غيرهم، وبالتالي فأهنئ الناجحين وأتمنى حظا أوفر لأبنائنا الذين لم يتمكنوا من اجتياز هذا الامتحان بنجاح في هذه الدورة. الآن والكل ينتظر هذه المعلومة بطبيعة الحال، تعلمون أن هذا الدفعة أو هذا يعني تلاميذ أبنائنا الذين اجتازوا في هذه السنة امتحان شهادة البكالوريا عاشوا على مدار 3 سنوات، يعني كل الطور الثانوي عاشوه وعايشوه، والوباء أبعده الله علينا كان متفشي. هذه الدفعة هي بدأت في السنة الأولى من التعليم الثانوي في الدخول المدرسي 19-20، وهذا الوباء رفعه الله علينا بدأ في 2020 واستفحل في 2020، ثم جاءت السنة الدراسية 20-21 ثم 21-22. إذن إنها دفعة عاشت كل مراحل الوباء وعاشت كل ضغوطه النفسية، وعاشت كذلك كل ما أتى به هذا الوباء من صعوبات ومن تعقيدات. لكن ما يجب الانتباه إليه هو أنه بالنسبة لهذه السنة في الدخول المدرسي لهذه السنة، بالرغم من بقاء الوباء، إلا أننا بقرارات حكيمة وسديدة من السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبتطبيق محكم كذلك من الحكومة، وبتوجيهات من السيد الوزير الأول كذلك، رجعنا إلى التنظيم العادي، وكنا من دول ربما التي أقدمت على هذا الإجراء، والذي في المحصلة كان له نتائج ممتازة، لأنه في هذه السنة انتقلنا من ثلاثيين في 2020-2021 إلى ثلاث فصول في هذا الدخول. كذلك انتقلنا من الحصة التي كانت مدتها 45 دقيقة إلى 60 دقيقة. لا ننسى كذلك أن الدخول المدرسي 2020-2021 كان في حدود 4 نوفمبر، لكن بحمد الله بالنسبة للدخول هذه السنة كان الدخول يوم 21 سبتمبر كما تعلمون، وبالتالي لم يضيع أي وقت، وكذلك كل أوقات القصيرة المستقطعة التي قررتها السلطات العليا في البلاد بعد استشارة اللجنة العلمية
فكانت لديها تداعيات جد إيجابية، إذ أنها لم تعطل أبدا تنفيذ البرامج، لكن جعلت أبنائنا في مؤسستنا ومؤطرنا والجميع جعلتهم في منأى، وتم بحمد الله إتمام السنة الدراسية كما تعلمون وإجراء امتحانات في ظروف تعرفون وتعلمونها أن ظروف أقولها وأصفها بالجيدة. وبما أن في السنة الماضية تعلمون أن معدل النجاح كان 9.5، يعتبر كان في السنة الماضية يعتبر ناجحا كل ما تحصل في امتحان شهادة البكالوريا على 9.5 فما فوق. وبما أن هذه الدفعة كذلك هي عاشت ضغوط وتعقيدات هذا الوباء أكثر من سابقتها، فوجب أنه ما دام أنهم كانوا في نفس الظروف، بل هذه الدفعة كانت كذلك في ظروف ربما عقد وعادت بكل شجاعة إلى التنظيم العادي، يعني أقول استعمال الزمن والوتيرة اللازمة في التمدرس في التنظيم التربوي لهذه السنة، فتقرر عن صواب وعن مساواة وعن اعتبار كل هذه الظروف للإبقاء على هذا المعدل أي 9.5، يعتبر ناجحا كذلك أيضا في هذه السنة كل من تحصل على معدل 9.5 فما فوق في امتحان شهادة البكالوريا لدورة 2022. هذا المعدل تاع النجاح أفضى إلى نسبة نجاح وطنية بلغت 58.75%، أي إن أبنائنا الذين اجتازوا من المتمدرسين الذين اجتازوا هذا الامتحان بحمد الله قرابة 60% منهم أي 58.75% تحصلوا على النجاح في امتحان شهادة البكالوريا. وهنا مقارنة بالدورة الماضية والتي تعرفونها والتي بلغت أكثر بقليل من 61%، ما هو الفرق؟ الفرق هو أنه هذه الدورة درست كل فصول السنة ودرست بحصص تضاهي 60 دقيقة وليس 45 دقيقة، ودرست عبر 3 فصول، والبرامج نفذت بإحكام بفضل الأساتذة والمفتشين وكل المؤطرين، وبالتالي إنها دورة عادية، وحتى القراءة في هذه النسبة هي أفضل بكثير من نسبة للسنة الفارطة التي تخللتها بعض الأسابيع التي لم تكن في الدراسة، بدءا من انطلاق الدراسة مرورا إلى التنظيم بثلاثيين، مرورا كذلك بالمدة مدة الحصة التعليمية التي كانت في 45 دقيقة وعوض 60 دقيقة، يعني كانت تضاهي يعني كان نقصها 25%. كي نجمع هذا الوقت كامل، إذن هذا الدفعة لهذه السنة هي درست بشكل عادي جدا، ونحن الآن نتهيأ للذهاب إلى الدخول المدرسي إن شاء الله في ظروف حسنة. كنا قد نظمنا ندوة مؤخرا وحضرتموها معنا في بدايتها، وخرجنا كذلك بتوصيات وتعليمات وتوجيهات وشكلنا أفواج عمل، وهذه الندوة هي ندوة استباقية على كل حال لكي ندخل إن شاء الله دخول المدرسيين هادئا، ونؤمن التأطير والأماكن البيداغوجية وكل مستلزمات عملية التضامن الوطني لأبنائنا وبناتنا. بالنسبة للشعب أعطيكم نسب النجاح في الشعب الست التي يتكون منها التعليم الثانوي العام والتكنولوجيا في بلادنا. فبالنسبة لشعبة أداب وفلسفة نسبة النجاح في هذه الشعبة بلغت 54.80%. نسبة النجاح في شعبة اللغات الأجنبية بلغت 64%. بالنسبة لشعبة التسيير والاقتصاد بلغت نسبة النجاح 52.92%. بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية وهي الشعبة الكبيرة والتي تحوز على أكبر عدد من التلاميذ بلغ نسبة النجاح فيها 59.32%. بالنسبة لشعبة الرياضيات، وتعلمون أننا نعمل على ترقية هذا الاختصاص والدولة متوجهة في هذا الاختصاص اختصاص الرياضيات والتكنولوجيا لكي نشهد تداعيات هذا الاختصاص على الحياة المجتمعية وكذلك على اقتصاد البلاد، وبالتالي يعني نسبة حسنة. نسبة نجاح أبنائنا في هذه الشعبة هي 78
75.78% أي أعلى نسبة. بالنسبة لشعبة التقني الرياضي، وهذه الشعبة كما تعلمون لها 4 خيارات. إذن بالنسبة لشعبة التقني الرياضي، بالنسبة لخيار هندسة ميكانيكية، نسبة النجاح بلغت 56.87%، فيما بلغ خيار هندسة كهربائية لنفس الشعبة 65.15%. أما بالنسبة للهندسة المدنية كخيار ثالث لهذا الاختصاص، فبلغت النسبة 65.43%. وأخيرا بالنسبة لهندسة الطرائق، وهو الخيار الرابع لشعبة تقني رياضي، بلغت نسبة النجاح في هذه الشعبة 64.92%، ما أعطى النسبة الذي ذكرتها سلفا، وهي إجمالي 58.75% من أبنائنا المتمدرسين تحصلوا على شهادة البكالوريا بمعدل نجاح بلغ 9.5/10 فما فوق. إذن ربما أضيف لكم معلومات بالنسبة لأكبر معدل سجل في بلادنا في امتحان شهادة البكالوريا، فحازت عليه ابنتنا بن عباس إيمان من ولاية باتنا شعبة علوم تجريبية بمعدل 19.55%. ومعدل المواد الأساسية المواد المميزة للشعبة وهي الرياضيات والعلوم والفيزياء 19.81. أما الثاني وطنيا هي التلميذة ابنتنا مرداس منار من ولاية قلمة من شعبة العلوم التجريبية، وتحصلت على معدل يساوي 19.33%، فيما تحصلت على المعدل المواد المميزة 19.66. وستسأعلمكم وأطلعكم لماذا ألح على المعدل. بالنسبة للمرتبة في المرتبة الثالثة وطنيا هي ابنتنا التلميذة تراكا فدوى من ولاية عين دفلة من شعبة علوم تجريبية بمعدل وطني بلغ كذلك حتى هو 19.33، ولكن معدل المواد المميزة هو 19.50، ولهذا رتبت ابنتنا مرداس قبلها لأنه لما تتساوى المعدلات المعدل الأدنى المعدل الأكبر في المواد الأساسية هو الذي يعمد إليه ويتم الفصل بموجبه. بالنسبة لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، ابنتنا قعقاع أسماء اللي هي في شعبة آداب وفلسفة وهي من ذوي التحديات البصرية تحصلت بحمد الله، ونحن سعيدون جدا لأن في هذا التحدي وفي هذه النتيجة تعكس سياسة الدولة في التكفل بهذه الشريحة الحساسة والعزيزة على قلوبنا، والتي تعطيها الدولة كل الاهتمام والرعاية وكل الاهتمام، والسيد رئيس الجمهورية يوصي دوما ودائما بالاهتمام بهذه الشريحة ويعطاها ما تستحق من الرعاية ومن التكفل. وبالتالي هذه ابنتنا هي من ذوي التحديات البصرية تحصلت على 18.06 كمعدل في معدل نجاح في هذه الشعبة شعبة أداب وفلسفة، أقول تحصلت على 18.10 المعدل تاعها 18.10 في البكالوريا. معدل المواد الأساسية هو 18.06. وبالنسبة لمادة الفلسفة فتحصلت على أعلى معدل على الإطلاق في الوطن وهو 17.5، أي أن علامتها أو نقطة ابنتنا هذه في مادة الفلسفة في شعبة الأدب والفلسفة هي 17.50، وهي أعلى نقطة في هذه المادة في هذه الشعبة. بالنسبة كذلك لأبنائنا من مدارس أشبال الأمة، فالشبل ابننا الشبل أقباش محمد لمين في مدرسة أشبال الأمة للبليدة شعبة رياضيات تحصل على معدل 18.57، أي هي أحسن معدل بالنسبة لمترشحي مدارس أشبال الأمة. وتحصل كذلك بالنسبة للمواد المميزة والمواد الأساسية لهذه الشعبة لشعبة الرياضيات
20/20. إذن أشكر الله على كل ما أحطه من رعاية ومن لطف ومن حسن التنظيم ومن ستر، كما أعيد أشكر كذلك كل الذين ساهموا وأنتم منهم. وأقول يعني أختم كلامي، لا بد أن لا يعقد الزملاء والزميلات والإخوة أن التربية بمفردها هي التي تنظم الامتحانات، بل هي تضافر جهود الجميع، لا سيما مصالح الدولة، لا سيما الأسلاك الأمنية بمختلف تشكيلاتها. فهلئا لنا وهلئا للجزائر، ودمت الجزائر قامة وقيمة، والمجد لشهدائنا الأبرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.